حبيت أشارككم في إزاي أنا بنفذ التحدي اللي طلبته منكم، وهو إن إحنا كل ليلة قبل ما ننام نعمل قائمة بالأعمال اللي عايزين نعملها في اليوم اللي بعده، اليوم التالي اللي هو بكرة، ونحدد أهم 3 أولويات ونشوف. فانا بقسم عاده التودو ليست بتاعتي نصين. دي كانت التودو ليست بتاعتي بتاعت يوم 16، وابتديتها بالنص الاولاني ان انا كتبت الحاجات اللي انا عايزه اعملها في حياتي الشخصيه او في البيت، وبعد كده عملت الحاجات اللي تخص شغلي. كتبت كل حاجة أنا عايزة أعملها وحددت أهم 3 أولويات في اليوم ده. كان تنظيف الفرن كان أولوية، لأنه كان وصل لمرحلة صعبة خالص، وإن أنا أتصل بباباي عشان عيد ميلاده، وكان في اجتماع مع المدرسين فدي برضو مهمة. وكتبت حاجات أنا عايزة أشتريها، مكالمة عايزة أعملها، وطبعا عملت حاجات تخص الشغل بتاعي، وكان اوريدي هم 3 حاجات، فهم 3 أولويات. وفي ال3 أولويات اللي هي خاصة بالبيت أو بحياتي الخاصة، كان في برضو اللي هم 3 أولويات الأولانيين، وحتشوفوا إن أنا نفذت الـ3 اللي هم الأولويات. ما قدرتش أنفذ التانيين لأني ما قدرتش أروح أشتري الحاجات اللي مطلوبة، وما قدرتش أكلم أعمل مكالمة تليفون لخالي لأن التليفون ساعتها فصل شحن. فالحاجات دي هتروح لليوم اللي بعده عشان أعملها، والحاجات بتاعت الشغل أوريدي أنا قدرت أن أنا أخلصها، وأنا عندي بلانر تاني خاص بكل الحاجات اللي أنا عايز أعملها في شغلي، ف يعني مش محتاجة ان انا اكتب تفاصيل اكتر من كده. بس حبيت اوريكم ازاي ان الموضوع سهل جدا، مجرد قلم رصاص ونوتة، ويدوبك بكتب التاريخ بدون اي تعقيد بدون اي حاجة، وبرص كل الحاجات اللي انا عايزة اعملها، بعلم على الاهم 3 حاجات لازم يتعملوا في البيت لو أتيحت الظروف وأتيح الوقت إن أنا أعمل الحاجات التانية كان بها. زي ما قلت لكم مثلا ما قدرتش إن أنا أعدي أشتري لحمة وخضار، تليفوني فصل شحن فما قدرتش أكلم خالي في اليوم ده. الحاجات بتاعة الشغل أنا بحاول يعني ما أرهقش جدولي، بحاجات ملهاش لازمة، بركز على الأولويات. وزي ما قلت لكم أنا عندي بلانر تاني للحاجات بتاعت الشغل. فهو ده التحدي اللي انا طلبته منكم، ان احنا نعمل التودو ليست بتاعتنا، قائمة المهام اللي هننفذها في اليوم التالي، بحيث ان احنا نبقى افكارنا مرتبة وحاجاتنا يعني حاضرة في دماغنا، وما نقعدش نقول هنعمل ايه وهنسوي ايه. واهم حاجة اللي هي تحديد الاولويات، اللي هي اهم 3 حاجات محتاجين نعملها في اليوم ده. لو ما قدرتش اعمل غير ال3 حاجات دي فانا راضية جدا جدا عن يومي. ياريت تكتبوا لي تحت في التعليقات وتقولوا لي يا ترى وصلتوا لايه في التحدي ده.